قال رحمه الله: وأقل نصاب الغنم أهلية كانت وحشية 40، وفيها شاة، وفيها شاة لها سنة أو جذعة، أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاة. نعم. الغنم كذلك لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ 40. البقر كم؟ 30، والإبل 5. الغنم حتى تبلغ 40. فاللي عنده 35 رأس غنم ما عليه زكاة، إلا إذا كان عروض تجارة. ما نتكلم عن عروض تجارة، نتكلم عن متخذة للدري والنسل وسائمة. فاللي عنده غنم لا تجب عليه الزكاة حتى تبلغ 40. أقل من 40 ما فيها زكاة، أقل من 40 ليس فيها زكاة. يخرج ماذا؟ يخرج شاة منها. والشياة كما قلنا الغنم تنقسم إلى قسمين، إما ضأن وإما ماعز. الضأن اللي قلنا الخروف والنعجة، والماعز اللي هو التيس والصخلة. هؤلاء فيها الزكاة. طيب ماذا يخرج؟ إذا أخرج من الغنم الضأن، إذا أخرج من الضأن اللي هو الخروف أو النعجة 6 أشهر فما فوق، إذا أخرج من الماعز صخلة أو تيس سنة فما فوق، سنة الذي تجزئ في الأضحية، التي تجزئ في الأضحية. في الأضحية هل يجوز الإنسان يضحي بتيس عمره 8 شهور؟ لا، أقل شيء سنة. يصير يضحي بنعجة عمرها 5 شهور؟ لا، أقل شيء 6 شهور. إذن في زكاة الغنم إذا بلغت 40، أقل من 40 ما فيها زكاة حتى تصل إلى 40. بعد 40 ما في زكاة حتى تصل 121. يعني 120 ما فيها شاة واحدة فقط، ما في زيادة. يعني اللي عنده 40 نفس اللي عنده 120، اللي عنده 40 شاة نفس اللي عنده 140 شاة، 120 شاة. اللي عنده 40 عليه شاة واحدة، واللي عنده 120 عليه شاة واحدة. والثمانين هذه وقص مسموح به إلى أن تبلغ 121. 121 شاة هنا فيها إيش؟ فيها شاتان. 121 فيها شاتان إلى 200. فاللي عنده 21 نفس اللي عنده 199، إلى نفس اللي عنده 200. اللي عنده 200 نفس اللي عنده 121، فيها إيش؟ شاتان. فيها شاتان حتى تصل 201. حتى تصل 201. إذا وصلت 201 فيها 3 شياه. اللي عنده 201 فيها 3 شياه إلى 399. وهذا أكبر وقص، أكبر وقص في الأنعام هو في الغنم، من 201 إلى 399. يعني اللي عنده 200 وراس نفس اللي عنده 399، كلاهما لا يخرج إلا 3 شياه حتى تبلغ 400. فإذا وصلت 400 فيها 4 شياه، بعدين كل 100 فيها شاة، كل 100 كاملة، يعني 470 4 شياه، 500 5 شياه، 590 5، 600 6 شياه، وهكذا كل 100 كاملة فيها شاة واحدة.